معنى آية واضربوهن؟ يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على معنى آية واضربوهن وما اشتملت عليه من أحكام فقهية عن طبيعة العلاقة بين الزوجين. وقد وردت هذه الآية في سورة النساء التي تضمنت العديد من الأحكام المرتبطة بالمرأة والأسرة في الإسلام. لقد أنزل الله القرآن الكريم تشريعا للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم، فلا يقدم المؤمن على أمر حتى ينظر في كتاب الله ما حكمه وما رأي الإسلام فيه. وأنزل الله سورة النساء للحديث عن النساء والأحكام الخاصة بهن. ومن بين الآيات التي أنزلها الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ضبط الله تعامل الرجل مع امرأته في حال نشوزها عنه، واختلف أهل التفسير والتأويل في معنى النشوز أو كيفيته. فقال بعض العلماء أن النشوز هو ترفع المرأة عن زوجها وفراشه وعصيانها لطاعة زوجها في حقه منها بالفراش، وقيل بالنشوز هو البغض والكراهية أو معصية المرأة لأوامر زوجها فيما يرضي الله. ويقال عن المرأة ناشز: إذا استخفت بحقوق زوجها عليها فعلى زوجها أن يبدأ بوعظها، والوعظ يكون بالكلام بأن ترجع إلى رشدها وتعود عن فعلها، وبذلك يذكرها بحقها عليه وعظمة لك الحق عند الله، ويعظها بآيات الله تعالى وينبهها إلى عظيم ما ترتكبه من الذنب بنشوزها عنه. فإن اتقت الله ورجعت عن فعلها لا سبيل له عليها، أما إن أبت قال تعالى: فاهجروهن في المضاجع. فقال بعض العلماء: المراد بهجر المضجع هو ترك مجامعة الرجل لزوجته. وقال ابن عباس: الهجر في المضاجع هو أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد ولكنه يترك مجامعتها. وأما السدي فقد ذهب إلى أن معنى اهجروهن في المضاجع هو أن ينام في نفس فراشها ولكنه يعطيها ظهره في الفراش ويجامعها ولا يتحدث معها. وبذلك قال الضحاك: فإن هي لم ترجع له أن يضربها، والضرب في الإسلام صفته أن يكون ضربا غير مبرح. وبذلك فلا يجمع الرجل العقوبات الثلاث على زوجته، فأولا يعظها فإن لم تقبل يهجرها، فإن لم تقبل يضربها ضربا غير مبرح. فأريد بالواو هنا تقسيم النساء على اعتبار تقسيمهن في النشوز، فمنهن من قد ترجع من الوعظ وبعدها من الهجر وأخيرا من الضرب غير المبرح.